نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. ذكرت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفتين سقطتا على مرتفعات الجولان السورية المحتلة بالقرب من الحدود، وأوضحت المصادر أن القذيفتين سقطتا في مكان خال ولم تؤديا إلى وقوع إصابات. وأتي هذا بعد يومين على عدوان جوي لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة أدعت تل أبيب أنها كانت تزرع عبوة ناسفة عند سياج القريب من الحدود السورية. قال المرصد سوريا المعارض أن جماعة داعش قتلت 2154 شخصا في سوريا خارج ساحة المعركة. وأوضح المرصد أن القتلى ومعظمهم سوريون قضوا إما ذبحا أو رميا بالرصاص أو رجما في مواقف غير قتالية، مشيرا إلى أن عدد القتلى يشمل مقاتلين ومدنيين إضافة إلى 126 من مسلحي الجماعة حاولوا الهرب أو اتهموا بالتجسس. وأضاف المرصد أن عددا من الأشخاص الذين يعتقد أن التنظيم قد أسرهم ما زالوا في عداد المفقودين. وإلى فلسطين المحتلة، حيث أفادت مراسلات الميادين بسقوط قذيفتي هاون في الجولان السوري المحتل. القذيفتان اللتان سبقهما دوي سفارات الإنذار سقطتا في منطقة عين زيفان القريبة من شريط خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن سقوط القذائف ناتج عن المعارك الدائرة في سوريا، وأكدت أنه جرى الرد على مصادر النيران. جاء هذا التطور في وقت لا تزال محاولات لتنفيذ عملية على الحدود مع الجولان المحتل تشغل إسرائيل وسط الكثير من التساؤلات حول أبعادها وتوقيتها وانعكاساتها. منال إسماعيل والتفاصيل. محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود مع الجولان المحتل أثارت قلقا كبيرا في إسرائيل لجهة توقيتها ومكان تنفيذها والجهة التي تقف وراءها. في التوقيت قرأت إسرائيل في العملية ردا من حزب الله على التقارير التي تحدثت عن هجمات للطيران الإسرائيلي على أهداف داخل سوريا. العملية التي أحبطت في الجولان ربما كانت رد حزب الله على ما نسب من هجمات إلى إسرائيل، ومن هنا يمكن فهم التأهب الإسرائيلي العالي والذي يبدأ على الحدود اللبنانية وينتهي في مثلث الحدود جنوب الجولان. حصول المحاولة على حدود الجولان المحتل أثار مخاوف في إسرائيل من فرض حزب الله معادلة جديدة. العملية هي محاولة من حزب الله لوضع معادلة لإسرائيل تقول كفى، انتهت الألعاب وانتهى ضبط النفس. نصر الله حدد سياسته قبل عدة أسابيع بعدم الصبر أبدا، أي على كل هجوم ينفذ أو ينسب إلى الجيش سيأتي الرد من قبل حزب الله. هوية الشهداء والتعاطف الذي نالوه من سكان القرى في الجولان السوري المحتل كان موضع قلق إسرائيلي شكلا ومضمونا. اثنان من القتلى هم من مجدل شمس وهي قرية في إسرائيل وليست في سوريا، وقد رأينا هناك خيمة عزاء وصور الشهداء، بحيث أن كل القرية توجهت إلى أهالي القتلى من أجل تعزيتهم، وهذا أمر مقلق ويشير إلى الدروز في شمال الجولان الذين لا يزال جزء منهم مؤيدا للأسد ولحزب الله وللعمليات ضد الجيش الإسرائيلي على السياج الحدودي. محللون قالوا إن العملية تأتي في سياق المواجهة مع حزب الله، حيث تبدو اللعبة بين الحزب وإسرائيل على شروط بداية حرب لبنان الثالثة، ومنها أن لبنان وسوريا سيكونان جبهة واحدة في الحرب المقبلة. بحث رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام مع الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازيه. بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة والإرهاب الدولي الممنهج الذي يتعرض له الشعب السوري منذ أكثر من 4 سنوات. وأشار اللحام إلى أن منطقة حوض المتوسط هي الأكثر تضررا من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، خصوصا مع تفشي ظاهرة الإرهاب التكفيري التي سببها التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مؤكدا أن سوريا منفتحة للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل وتحت سقف السيادة السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو محاولة دعم أطراف تمارس الإرهاب والعنف ضد الشعب السوري.
من جهته أكد سيرجيو دعم الجمعية الكامل لجهود مجلس الشعب في مجال المصالحة الوطنية وحل الأزمة في سوريا سياسيا، مشيرا إلى أن الجمعية البرلمانية مستمرة في عملها للتوصل إلى حل سلمي سياسي والمساهمة في إنهاء الأزمة التي أودت بحياة الكثيرين من الشعب السوري. نحن نعمل مع زملاء من وكالة الأمم المتحدة لتنفيذ قرار حول تواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في سوريا، فمن المهم أن يقوم البرلمان الوطني بسن تشريعات وقوانين بما يتناسب مع القرار 2178 حول كيفية مكافحة الإرهابيين وكيفية منعهم من القدوم إلى سوريا، وهو أمر عملي جدا. للبرلمان المتوسط وبرلمانات الدول الغربية تأثير كبير على الحكومات، قد نشهد ضغوطات كبيرة على تلك الحكومات لتغيير سياساتها والضغط على تركيا التي أصبحت الممر الرئيسي لتصدير الإرهاب إلى سوريا، خاصة بأن حدودنا المشتركة مع تركيا أكثر من 850 كيلومتر، وقد صعدت تركيا في الآونة الأخيرة من دعمها لهذه المجموعات الإرهابية، وعلى برلمان جمعية المتوسط باعتبار تركيا عضوة فيها بالإضافة إلى سوريا أن توقف مثل تلك الدعم اللوجستي للإرهابيين والمجموعات الإرهابية، لأنها بذلك تخالف القرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة. نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عمر غلوانجي التقى وفد الجمعية البرلمانية، وأوضح خلال اللقاء أن الحكومة السورية تتحمل العبء الأكبر في الملف الإغاثي والإنساني، وخاصة في مجال تأمين مراكز اللواء للمهجرين، وأكد أن التزام الحكومة السورية بتقديم كافة الخدمات لمواطنيها في مختلف المحافظات السورية، ومشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية لإنشاء الأزمة في سوريا تتمثل بدعم بعض الدول للعصابات الإرهابية المسلحة. الحكومة توجه التحية للقوات المسلحة التي تخوض معارك الدفاع عن سوريا في وجه الإرهاب، وتؤكد أن الشعب السوري قادر على تحقيق النصر. وجهت الحكومة التحية والتقدير للقوات المسلحة التي تخوض معارك الدفاع عن سوريا في وجه المجموعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول العربية والغربية وإسرائيل، مؤكدة أن الشعب السوري قادر على دحر الإرهاب وتحقيق النصر. بداية لابد من توجيه التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة التي تخوض معارك التضحية والفداء والشرف من أجل الدفاع عن سوريا على مختلف الجبهات. وبمناسبة عيد العمال، أكد الحلقي أن الطبقة العاملة في سوريا يعول عليها في المرحلة القادمة، فهي الرافعة الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار، مشيرا إلى أن صمود العامل السوري وارتباطه بعمله ومصنعه وحرصه على زيادة الإنتاج زاد من مقومات صمود الاقتصاد الوطني والدولة السورية. اليوم الطبقة العاملة تخوض إلى جانب قواتنا المسلحة حربا من نوع آخر من أجل تأمين متطلبات صمود هذا الشعب وتأمين متطلبات صمود القوات المسلحة من خلال حمايتها لمنشآتها إن كانت معامل أو منشآت أخرى، أو استمرارها محافظتها على استمرار عمل المؤسسات في الدولة كي تبقى سوريا أيضا دولة صامدة تؤدي متطلبات أبناء شعبها في كل المناحي سواء كانت المناحي الخدمية أو الاقتصادية. فتحية للطبقة العاملة. وناقشت الحكومة القطاع الصناعي بما يسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج في تشغيل خطوط الإنتاج وحماية المنتج الوطني لتأمين احتياجات السوق وتشجيع الصناعات التصديرية. وكلف الحلقي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضه قريبا على الحكومة. نحن نتابع مع زملائنا المختصين في الوزارات المختصة وخاصة وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد تأمين متطلبات ومستلزمات النهوض بهذه الصناعة وترميم الصناعة بشقيها صناعة القطاع العام وصناعة القطاع الخاص من أجل تأمين كل ما يمكن أن يؤمن من سلع. وطلب الحلقي من الجهات المعنية بإيجاد آلية مناسبة لإيصال المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمحافظة دير الزور، وأهمية قيام مؤسسات التدخل الإيجابي بالنهوض بمهامها في هذا المجال، حرصا على توفير الاحتياجات لأبناء دير الزور بأسعار مقبولة. وزير الخارجية والمغتربين وفي عرض سياسي أشار إلى التصعيد الذي تقوم به المجموعات الإرهابية خاصة في محافظة إدلب، محملا السعودية وقطر وتركيا مسؤولية هذا التصعيد، لافتا إلى سعي السعودية الحثيث للتآمر على دول المنطقة خاصة سوريا،
مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بمقدرة جيشنا الباسل على دحر هذا العدوان وهزيمته. وبحثت الحكومة مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارا بفرز 3205 مهندسين من خريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية للعام 2013-2014 إلى الجهات العامة. وحسب القرار بلغت نسبة الفرز للخريجين 80.83% من عدد المهندسين المتقدمين بطلبات التعيين. وجاء في القرار أن معايير فرز المهندسين اعتمدت على حاجة الجهات العامة ورغبة المهندسين وتناسبها مع الحاجات المعلنة وتسلسل معدل التخرج، حيث يتم الفرز وفقا لتسلسل درجة المعدل حتى تأمين العدد المطلوب وفق حاجات الجهات العامة. بحث العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع مع وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان والقيادات العسكرية الإيرانية خطوات التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجيشين الصديقين في مواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية ومخاطر الإرهاب على المنطقة والعالم بأسره. وكان العماد الفريج بدأ زيارة رسمية لإيران تستغرق يومين على رأس وفد عسكري، وكان في استقباله لدى وصوله إلى طهران نظيره الإيراني العميد دهقان، وجرت مراسم استقباله الرسمية. ووضع العماد الفريج إكليلا من الزهور على نصب الشهيد وعزف النشيدان الوطنيان للجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم استعرض وزير الدفاع حرس الشرف. وفي إطار مكافحة الإرهاب قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة في كمين محكم نفذته فجر اليوم على عدد من الإرهابيين في قرية براق في منطقة اللاجات على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. مراسلنا محمد جربو والتفاصيل. الريف الممتد بين درعا والسويداء وريف دمشق، ومحاولة الإرهابيين التنقل خلاله لا تتوقف. بالتزامن معها عمليات رصد واستطلاع وتكتيك واستهداف تقوم بها وحدات الجيش والقوات المسلحة لتنهي وجود كل من أتى ليعيث فسادا وقتلا ودمارا في سوريا. هذه الحال كما اليوم، حيث نفذ بواسل قواتنا كمينا محكما في مزرعة الشامي شمال شرق قرية براق بريف درعا بمجموعة إرهابية كانت تتسلل من اللاجات باتجاه البادية السورية لمد عصابات داعش الإرهابية بالأسلحة والذخائر، ما أدى لمقتل معظم أفرادها. وألقاء القبض على الباقين ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم وتتضمن قواذف أر بي جي وبنادق حربية آلية ورشاش بي كي تي وذخائر متنوعة. عصابات الإجرام تختبئ من جبروت جيشنا المغوار بظلمات الليل وأفياء النهار، متناسين أن حماة الأرض والعرض عيونهم وسواعدهم تبقى متأهبة مترقبة لرصد الغادرين وزرع الرصاص في قلوبهم. على هذه الأرض لن يبقى معتدي بهمم بواسل جيشنا الأبات. لأخبار التلفزيون العربية السورية، محمد جربوع، الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا. كما أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوما إرهابيا لتنظيم داعش على المدرسة الدولية لتعليم قيادة السيارات، ودمرت عددا من أوكار التنظيم في قرى ريف الحسكة. قرية الداودية الاستراتيجية الواقعة على ضفاف نهر الخابور. مشاهدين، هي اللحظة الأولى بدخول قرية الداودية بعد تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي. نحن قوى الأمن الداخلي رديف للجيش والقوات المسلحة على هبة الاستعداد بأي وقت، صباحا مساء فجرا بأي وقت جاهزي، والحمد لله رب العالمين. يعني هذا وسام شرف لنا، يعني
هي الجرح البسيط يعني، والحمد لله راح ننجرح وراح نصاب وراح نستشهد وراح نضل نقاوم. قمنا باستهداف المجموعات الإرهابية في المنطقة، وتم المؤازرة للجيش العربي السوري في المنطقة في منطقة ريف الحسكة تحت راية العلم السوري، ونحن أبناء الأرض وندافع عن الأرض والعرض. مشاهدين، يظهر في عدسة الكاميرا ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي يحاولون الفرار من قرية الداودية إلى الضفة الأخرى لنهر الخابور. يتم حاليا التعامل معهم والدفاع الوطني. كما تلاحظون هذه هي قرية الداودية، حاليا باتت آمنة بعد أن تم القضاء على كافة الإرهابيين الذين ينتمون لإرهابي داعش. لاحظوا أثار الخراب والدمار الذي خلفته العصابات الإرهابية المجرمة بعد انسحابها من الموقع. هذا أحد المقرات التي اتخذتها العصابات المجرمة وكرا لها، تم تطهيره على يد رجال الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني والقوى الوطنية المؤازرة له. المركز الصحي في قرية الداودية ناله الخراب والدمار كما باقي بيوت القرية. احنا القوى الامن الداخلي وحده المهام الخاصه رديف للجيش في العمليات التي يقوم بها، والحمد لله هاي طهرنا الجاهوريه وان شاء الله نطهر كل المناطق ونحرر سوريا ان شاء الله وترجع سوريا مثل ما كانت اول. وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، هو شعار رفعه اشاوس الجيش والقوات المسلحه هنا في الحسكه. من قريه الداوديه في الريف الجنوبي للحسكه، فاضل حماد، التلفزيون العربي السوري. في ريف إدلب، وبعد أن سادت حالة من الارتباك والتخبط في صفوف التنظيمات الإرهابية نتيجة الخسائر الفادحة التي كبدها إياها الجيش العربي السوري، نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة مناورة تكتيكية بالقوى والوسائط ودمرت تجمعا للآليات لإرهابي ما يسمى جيش الفتح بما فيه في محيط بلدة السكرية شرق جس الشغور، وبالمقابل دمر سلاح الجو آليات بما فيها من إرهابيين قرب سرمين. في ريف حماة قضت وحدات من الجيش على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمرت عشرات الآليات لهم في الحويجة وباب الطاقة وخربة الناقوس وكفر زيتا. أما في ريف حمص استهدف سلاح الجو في الجيش العربي السوري إرهابي تنظيم داعش حول آبار حقلي الشاعر وجزل وهبر الغربية وعز الدين، وقضى على العشرات منهم ودمر أسلحتهم. قافلة جديدة محملة بالمواد غير الغذائية تدخل إلى مناطق يلدة وببيلة وبيت سحن في ريف دمشق لتوزع على الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك. مناطق الريف الجنوبي لدمشق وبعد أتمام المصالحات الوطنية فيها تحولت من نقاط اشتباك إلى معابر وبوابات لإدخال المعونات وقوافل المساعدة لتزداد وتيرتها بعد أحداث مخيم اليرموك واقتحامه من قبل تنظيم داعش الإرهابي، والمعارك التي دارت بين التنظيمات الإرهابية التي دفعت أهالي المخيم للخروج منه نحو مناطق الريف الجنوبي ليرافق النزوح دعم حكومي من قبل الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري بإدخالهم قوافل الإغاثة التي كان آخرها قافلة مرسلة من المنظمات الأممية ممثلة بعشرين شاحنة محملة بمواد غذائية من احتياجات يومية وبعض أغذية الأطفال واحتياجاتهم. المساعدات اللي عم ندخلها نحن اليوم هي للإخوة الوافدين من مخيم اليرموك إلى بلدات يلدة ببيلة بيت سحن، بالإضافة إلى الإخوة المقيمين ببلدات يلدة ببيلة بيت سحن كمان. هذا الحكي طبعا بالتعاون مع الحكومة السورية وجهود الوحدة الوطنية المشكلة من لجان المصالحة الوطنية وبالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة. الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري حملوا على عاتقهم إنجاز إرسال المعونات وإيصالها إلى فلسطينيي مخيم اليرموك الذين لجأوا إلى المناطق القريبة ليتم دعمهم باحتياجاتهم الأساسية بشكل متواصل. الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الإغاثية السورية والدولية كانت قد أدخلت العديد من قوافل الإغاثة إلى مناطق يلدة ببيلة وبيت سحم، وخاصة بعد نجاح عملية المصالحة الوطنية في تلك المناطق، وزاد دخول هذه القوافل بعد أزمة مخيم يرموك ونزوح عدد من أهالي مخيم يرموك إلى تلك المناطق. القوافل دخلت إلى مناطق يلدة وببيلة وبيت سحم بإشراف لجان المصالحة والوحدة الوطنية التي ستقوم بتوزيعها بشكل مباشر على أهالي المخيم. قدمنا لهم ما نستطيع، كذلك الحكومة السورية المتمثلة بالهلال الأحمر التي أدخلت مساعدات إسعافية خلال 48 ساعة كان دخول لقافلة إسعافية معلبات خبز الحمد لله يوميا منذ بداية الأزمة إلى الآن
لإخواننا الفلسطينيين يدخل يوميا كمية خبز تكفي للإخوة الفلسطينيين، هي هذه خاصة بهم فقط في يلدى وبيلة بالسحم من نزح إلى هذه المناطق. أقول دخلوا بصهريج ماء فقط، المرة الثانية في اليوم الآخر دخلوا بصهريجين ماء و 1500 ربطة خبز فقط. كأمم متحدة، كأمم متحدة الهلال الأحمر كما ذكرت يوميا يدخل الخبز بشكل يومي ولم ينقطع منذ بداية الأزمة مع أخواننا الفلسطينيين إلى الآن بشكل يومي كمساعدات. أدخلوا أول مرة سيارة غذائية إسعافية، وفي المرة الثانية كرتونات تكفي تقريبا 15 يوم. لم يقتصر العمل الحكومي على القوافل الإغاثية، بل ترسل الحكومة وبشكل يومي فرق اللقاح الجوالة التي تجول على أحياء البلدات لتلقيح الأطفال ضد مرض الحصبة، مع إرسال الاحتياجات الأساسية بشكل يومي للبلدات الجنوبية من ريف دمشق. على خط النار الأول شباب مقاتلون في الغوطة. هون تواجد المسلحين على بعد ما يقارب 100-150 متر، هون تواجد لأنهم دشم أرضية والخطوة. في التضامن والمخيم دقائق نزل هذا البناء واستشهدنا شابين فيهم. الخبرة عند الجيش العربي السوري أقوى من أي خبرة اكتسبناها جوا أو برا. في حي تشرين ما هي وسائل قتالهم؟ نحن هلأ موجودين بأحد الأنفاق اللي حفر شباب الدفاع الوطني. من غير وجهة سلاحه؟ كيف يقاتل؟ وماذا يقول؟ هذا هو الكفن تبعنا، وعلنا هذا هو الكفن تبعنا. مقاتلو الدفاع الوطني في سوريا تتحاور. تحت شعار معا سنعيد إعمار سوريا، وبمناسبة أعياد نيسان أقامت منظمة طلائع البعث فرع دمشق لطلائع البعث حفل تنسيب مركزي في صالة الجلاء. من سوريا أرض الشموخ والعطاء والوفاء انطلقت رسالة منظمة طلائع البعث التي دأبت على تربية أبنائها وصقل عقولهم وتعليمهم بأن الوطن يعلو ولا يعلى عليه. هذا ما ترجمته أجيال الطلائع اليوم في حفل التنسيب المركزي الذي أقامته المنظمة. إن المسألة الأهم هو إعادة بناء العقول، ومن هنا يأتي أهمية تحصين هذه العقول، وبالتالي عندما تتعرض الدول إلى أزمات وإلى تحديات تعيد النظر في بناء الأجيال، فمن هنا نلتقي بأطفال الذين يمرحون ويفرحون حاليا، فإن الفرح والمرح هو مقاومة، وأن محو الأمية هو مقاومة، وأن الوجود في هذا المكان والمشاركة في هذا المكان هو مقاومة. إن المقاومة ليست فقط في حمل السلاح، بل في هذا التواجد، وهذا التواجد هو إن دل يدل على أننا أقوياء. عملية التنسيب هذا لهذا اليوم تعني إعمار الطفل السوري، تعني زيادة ثقافته، الاستفادة من منظمة طلائع البعث بكل أبعادها، نشاطات، تربية، ثقافة، رياضة، فنون. وهذه المنظمة عرفت عبر التاريخ بأنها تهتم بالرواد، بالرواد على كل الأصعدة. هذا اليوم يعبر في الحقيقة على ثقافة الحياة واستمرار. أطفال سوريا أرادوا أن يقولوا بكل براءة وعفوية نحبك سوريا، ولكن بلغتهم الصادقة، ليرسموا لوحات من البهجة والفرح وهم يحملون الأعلام الوطنية. شاركنا بالرايات وبالمسير ودبكنا وفرحنا كتير. هاي مشان سوريا، الله يخلينا الوطن. فللمنظمة دورها الهام في ميدان التربية وبناء الإنسان الذي يمتلك العلم والمعرفة ويساهم في بناء الوطن، فلطالما كانت الحاضنة المناسبة لإعداد وتربية صناع المستقبل. هي رسالة للجميع أن منظمة طلائع البعث تحمل الراية
تحمل راية الوطن، ترفع راية الوطن عاليا، تواترا من جيل إلى آخر، وأننا صامدون منتصرون بإذن الله تعالى طالما أن الأجيال تحمل الراية. وتضمن حفل التنسيب فعاليات فنية وثقافية متنوعة، حيث قدمت لوحات فنية وأناشيد وطنية عبر الأطفال من خلالها عن محبتهم لمنظمتهم، مرحبين بانضمام أعضاء جدد ليكونوا النور والنار الذي سيهزم الفكر الظلامي الدخيل. ضم معرض افتتح في صالة المعارض في كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق تحت عنوان تحية من أطفال سوريا إلى الوطن. ضم رسومات ومجسمات وأعمال يدوية ووسائل تعليمية من إنتاج أطفال ومربيات دور رياض الأطفال في الجامعة. وبيّن رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن المعرض يهدف لتنمية مواهب الأطفال في الرسم وحسهم الوطني، حيث جسدت معظم اللوحات أو جسدت معظم اللوحات المعروضة معاني حب الوطن والانتماء، كما أشار إلى أن تنفيذ معارض تربوية تحقق الأهداف المنشودة منها جزء من الاهتمام الذي توليه الجامعة لرياض الأطفال التي تحتضنها. بدورها اعتبرت رئيس مكتب العمال بفرع حزب البعث الدكتورة سهام دانون المعرض رسالة للعالم مفادها استمرار الحياة في سوريا، مشيرة إلى أن الرسوم العفوية للأطفال عبرت عن انتمائهم للوطن. وقدمت مجموعة من الأطفال خلال المعرض لوحات وعروضا فنية متنوعة. جنون الأسعار وارتباطها بتقلبات سعر صرف العملات يكشف حجم الفوضى التي حلت في الأسواق والتي يكون ضحيتها المواطن الذي يعيش حالة من الضياع. ملف اليوم يرصد انعكاس ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية وغيرها على المواطن، كما يسأل عن آلية الضبط والرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سبيل لجم الأسعار. تفضلت اليوم من السوق، كيف شايف الأسعار بشكل عام؟ والله غالية بالنسبة للمواطن. غالية؟ والله غالية كثير. شو هي الخضرة، اللحومات، شو غالي؟ كل شيء والله غالي. شو اشتريت؟ اشتريت جقات. كيف أسعاره؟ والله أسعار شو ب500، ايه كنت ب500. ماني عم شوف انك متبضع، شو مشتري اليوم من السوق؟ يعني مستلزمات البيت، الخضار والفواكه. كيف الأسعار بشكل عام؟ نارية. شو اشتريت، شو الغالي؟ كله غالي، ما في شيء رخيص. يعطيك العافية عمو. أهلين. عم شوفك عم تاخد بندورة، كيف الأسعار؟ كويس الحمد لله، ما في شيء يكون منيحة يعني، مقبولة بس غالية شوي يعني 200 وراي الكويسة. إيمت كانت البندورة ب 200 ليرة بهالأيام هاي؟ لا هلا هي قليلة، من مصدرها قليلة بس ساحية. أيوة. هي بتجينا ساحلية هي. السلام. حضرتك هون بائع بهالمحل هذا، تحكي لنا كيف اقبال المواطنين، عم يشتروا الناس بقوة قلبه للا؟ ما في، لا والله ما في اقبال. شو السبب، ليش الغلا؟ زباين. الاسباب ما بنعرف شو هي يعني، اسعار هذا السوق طالع نازل. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طبعاً عم نشوف اسعار الاجبان والالبان كثير مرتفعة، كيف اقبال الناس على المشتري؟ وسط، ما عالم تشتري في عالم ما تشتري. انا كبائع يعني لا بأس، بس البشر غالي عليها شوي بهالايام، على هالاوضاع هي غاليه على البشر كعقل الناس، كل المواطنين غالي عليها. ومتابعه للموضوع ينضم الينا باسل طحان مديريه حمايه المستهلك في وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك. استاذ باسل مساء الخير. اليات ضبط الاسواق فشلت ولم يعد الامر متوقفا عند ارتفاع الاسعار، وانما تعداه لموضوع صلاحيه الاستهلاك البشري والتلاعب بالكميات والنوعيه. اليوم كيف تعالجون هذه الفوضى السعرية؟ يسعد مساكم. كلامك استاذ بنقطتين ذكرتهم، اول شيء ضبط الاسعار، ثاني شيء المواد الغش اللي موجوده بالاسواق. تمام. هلا نحن موضوع ضبط الاسعار في عندنا كمان الى قسمين، القسم الاول هو تسعير هذه الماده، والقسم الثاني هو المراقبه عليها. نحكي شوي بموضوع تسعير المادة. تسعير المادة مثل الروبرتاج اللي حضرتكم حطيتوه هلا، هو موضوع الأسعار للخضار والفواكه أو للألبان والأجبان. اليوم الخضار والفواكه تخضع لوكافة المواد، تخضع لعملية العرض والطلب. يعني نحن في لجان بالخضار والفواكه، في لجنة مؤلفة من عدة جهات من ضمنها مديرية التجارة الداخلية ولجان تسيير سوق الهال، يوميا
وحسب الاضطرارية لتغيير السعر تضبط الكميات الواردة إلى سوق الهال ويتم تسعير من خلال هذه الكميات. تمام. اليوم السعر هذا صدر من مديرية التجارة الداخلية بمدينة دمشق لنفرض سعر مادة البندورة 100 ليرة سورية أو 200 ليرة اللي هو حسب عرضها وطلبها. اليوم جيد. ننطلق للمرحلة الثانية. هل هو نقل هذه المادة إلى بائع المفرع؟ هل رفع السعر ما طبق السعر المضبوط فهو مخالف؟ معناته هون صار في عنا قسمين، القسم الأول هو الالتزام بالسعر والقسم الثاني هو شجع بعض التجار لزيادة هذه الأسعار. نحن هلأ نجي للجانب الرقابي اللي هو تواجد دوريات حماية المستهلك ضمن الأسواق. كمان في عنا عدة مخالفات، بداية عدم الإعلان الأسعار، عدم إبراز فواتير في حال ما في فاتورة لمادة غير مسعرة، والشق الثالث وهو الأهم البيع بسعر زائد اللي بيتقاضاه البائع من المواطن. البيع بسعر زائد يتطلب شكوى، يتطلب مواطن اشترى مادة وزاد السعر عليه حسب السعر المعلن. أستاذ باسل، يعني الوزارة دائما تكتفي بسرد عدد من الضبوط المنظمة ونوع المخالفة، هل تعتبرون ذلك كافي يعني لخفض الأسعار؟ لا، هلا نحن معلش خلينا نحكي كوزارة عم نحكي وليس كمديرية وكحماية مستهلك. عم بحكي كوزارة، نحن تدخلنا بالأسواق بشقين، الشق الأول الرقابي على الأسواق، والشق الثاني هو مؤسسات التدخل الإيجابي التي تتم بطرح هذه المواد إن كانت خضار وفواكه وباقي المستلزمات المعيشية للمواطنين بالأسعار. قد تصل أحيانا لبعض المواد قد تصل لسعر الكلفة أو بسعر الجملة أو بسعر الرائد بالسوق، ولكن بأسعار أقل من سعر الأسواق المحلية. ذلك بتوجيهات من موضوع المؤسسات التدخل الإيجابي لأنه بنيت على هذا الأساس، بالإضافة إلى زيادة منافذ البيع بكافة المناطق اللي ممكن يكون يتواجد فيها مؤسسات التدخل الإيجابي. كادر أخبار البلد يعني وخلال تواصله مع الوزارة علم بأن لا يوجد كفاية في عدد المراقبين. طيب. إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟ وإلى متى سيبقى شماعة للتقصير تقصيركم؟ طيب معلش، كلمة التقصير نحطها تحت خطين، التقصير هو عدم التواجد، قلت لحضرتك انه عدد الضبوط ليس هو مؤشر عن تواجد. تمام. اليوم تجاوز عدد الضبوط من بداية العام لليوم 20,000 ضبط، تشمل عدة مواضيع من ضمن الأسعار ومن ضمن الغش ومن ضمن كتير أمور ممكن يعني حطك بصورة كمان أستاذ شوي، بس شوية تفسير بعد إذنك. اليوم أنا ممكن ضبطت خلال الفترة الماضية عدد، ونأسف نقول أنه عدد كبير من المواضيع اللي هي الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، عدد كبير من موضوع الغش بذات البضاعة، بعملية تغيير الصلاحيات لهذه المواد، باستخدام مواد مدعومة من قبل الدولة في صناعة هي تكون داخلة بمادة أولية بصناعة المنتج، مواد مغشوشة. هذا الموضوع أطنان من أستاذ باسل، أنتم كيف تحمون المواطن والمستهلك من هذه العمليات، عمليات الغش؟ هلا نحن في نقدر نراقب هالموضوع هذا بشقين، الشق الأول اللي هو نحن كدوريات حماية المستهلك انه تكون متابعة للموضوع هذا، ممكن ياخذ وقت يوم ويومين وثلاثة لنقدر نضبط الكمية المخالفة او المعمل او المنشأة او اي ورشة ممكن تنضبط. والشق الثاني الشق أستاذ باسل، دعنا نتابع هذا التقرير من محافظة حلب ونعود للحوار. تفضل. ها هي إرادة الحياة من جديد، نجدها حاضرة بين أبناء حلب، أسواق مزدحمة لشراء الحاجات اليومية على الرغم من ارتفاع الأسعار لبعض المواد الغذائية والسلع التموينية. شايفك بالجميلية عم تتسوقي؟ يا بتسوق والله. شلون هيك شايفة البضاعة على الأسعار؟ والله الأسعار غالية. غالية شوي. غالية. إذا دورتي ما بتلاقي طلب هيك بسعر مناسب، شلون؟ كله نفس الأسعار، كله غالي. كمان عم تتسوقي؟ إيه لكن عم نشتغل. والله بدي أشتري عشاء للبيت يعني. شو اليوم الأكل؟ اليوم عم بدور على أكلة سمك. لقحتها ايه على اللقاح، لقحناها. شو الغدا اليوم؟ مقلي بانجان، شوية هيك زيتون على الطون مشان الفطور، عشا خفيف. جبنة ما جبت سيرتها، شلون السعر غالي يعني؟ يعني سعرها مقبول، في غنم في بقر، والله الأسعار شوي غالية يعني بالنسبة للدخل. ايه ما ذلك عم نسوق بس لأنه خيرات بلدنا كتير يا ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، خيرات بلدنا كتير طيبة كويسة، أحسن من قبل. طلبي. إيه الحمد لله أحسن من قبل. كوسة محشي سرينا هدول خيارات وخسيت وإكسلت. شلون شفت الأسعار؟ والله الأسعار يعني ضمن الحدود، بس في شيء غالي أكثر من ناسب نيحة حسب الأسعار الموجودة بالسوق. أيوة هيك الطبخة اليوم حتى عم تاخذي للحم يا خل محشي؟ الحمد لله كله موجود، بس هي
يعني خليهم يهتموا بموضوع السعر، تراقبوا الدولة أكثر من هيك. حركة شغالة، عبقولوا نازحين السوريين من حلب، أهل حلب ما بزحوا بيركين وصامدين. نزلة السوق نزلة إجبارية لكل واحد، لأنه بده يأمن مطالب العيلة والأكل والشرب. فؤاد أزمرلي، التلفزيون العربي السوري من حي الجميلية حلب. أستاذ باسل، كثير من دول العالم يتم ضبط الأسواق أو الأسواق فيها بطريقة مختلفة تعتمد الشكوى، وكي لا نظلم فهي معتمدة لدينا، ولكن من يشكي يحتاج محاميا متمرسا ليدافع عنه أمام أسئلة وأسلوب الرقابة التموينية، وعليه أن يلغي كل ما لديه من أعمال في يوم أو في ذلك اليوم لينهي مشكلته التي أوقع نفسه بها، وعليه أيضا أن يقسم 1000 يمين عن صدق كلامه ليقنع مراقب التموين، لا سيما وأن وداعة البائع وحالته التي تثير الشفقة تثير شكوك المراقب حول الشكوى وتدفعه للدفاع عن البائع. ما رأيك بهذا الكلام الذي ورد في إحدى الصحف المحلية؟ أستاذي، لاحظتك بالصورة بشغلة، نحن اليوم شكاوي التموين بكافة المحافظات على استعداد تام لتلقي أي شكوى. اليوم سيد وزير التجارة الداخلية، وهذا الكلام مو اليوم أصدره، ولكن في تعميم لكافة المديريات، تلقي نوعين من الشكاوي: الشكوى الناتجة عن بيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار لبدل خدمات يتم بوجود الشاكي، هذا بده إجراء يحال لمحكمة. ولكن النوع الثاني اللي وجه سيد وزير التجارة الداخلية فيه لكافة المديريات، تلقي أي إخبار لأي محل، تبعت الدورية وبتتأكد من الموضوع الإخبار إذا كان صادق وجود هالغش أو وجود السعر الزائد أو أي مخالفة ممكن تكون منوطة بقانون التجارة الداخلية. اليوم 119 في كافة المحافظات و 120 بريف دمشق، 9243 وهاتف الشكاوى المركزي على استعداد تام. وتم الكلام اللي حضرتك عم تحكي انه ما في تلقي او بده يضيع وقته، لا، اي انسان اليوم في توزيع للمراقبين بكافة القطاعات في مدينة دمشق بكذا قطاع، فلذلك اي شكوى ممكن تجي، ممكن تكون دورية بنفس المنطقة، فممكن تتابع عليها. ما في داعي للاخ المواطن يجي لمقر المديرية، وليس وما في داعي يجي لمقر مديرية ريف دمشق او اي محافظة، لا، بيتصل بالتليفون بالمنطقة اللي هو فيها. يتواصل الآن معنا أحد متابعي أخبار البلد ويقترح عليكم، نعم، لماذا لا تعتمد مراكز داخل الأسواق على شكل مخافر معروفة للجميع يلجأ لها المواطن ليشكي من ارتفاع الأسعار، تتعامل مع الشكاوى بطريقة مختلفة وتؤسس لثقافة الاكتفاء بالشكوى وإعطاء العنوان دون داع لحضور المشتكي. بدون داعي لحضور المشتكي، ما قلت لك انا نوعين، انا اذا في تقاضي زياده بسعر بدي نظم ضبط زياده بالاسعار، فيجب وجود الشاكي لاعاده الفرق للشاكي واحاله الضبط للمحكمه. اما المقصد من هذا الاقتراح هو القيام بخطوات تسبق عمليه ارتفاع الاسعار. تماما، هذا بينطرح الموضوع، وجود القصد من كلامك وجود مركز ثابت بالاسواق الرئيسيه. تمام. هلا نحن موضوع اللي حكيته حضرتك، نذكر موضوع المراقبين. اليوم ماشي الخطة، و135 مراقب جدد دخلوا في إن شاء الله خلال فترة الجمعة القادمة سيكونون ضمن ملاك مديريات التجارة الداخلية. اليوم بالتنسيق بتوجيهات من رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع الباقي الوزارات رح يتم رفض عدد لا بأس به يصل إلى 600 مراقب، لأنه بتعرف أنت اليوم عشرات الآلاف من الفعاليات، عشرات الآلاف من المحلات التجارية، فتواجد بكل محل مراقب هذا من أمن كتير مستحيل، ولكن ضمن الأسواق هذا كلام منطقي وكلام وارد. بس لحطك بالصورة، يعني اليوم بدمشق بالمزة في عندي دورية، بدمار في عندي دورية، بالصالحية في عندي دورية، ببرزة في عندي دورية، فمعناته تواجد دوريات موجود. جيد. المواطن رفع أستاذ باسل، تفضل. اليوم مع ارتفاع هذه الأسعار، نعم، ومع صمود هذا المواطن، هذا الصمود الأسطوري، تمام، مع ارتفاع الأسعار والحرب الشرسة التي تشن على سوريا، هل أنتم راضون عن أداء عملكم؟ نحن دائما نشعر بالتقصير بأداء العمل، طالما في مواطن بيقول أنه في سعر غالي، وطالما في مواطن بيقول أنا ما بقدر اتصل بالتموين ويلبوني، فمعناته نحن نعتبر حالنا مقصرين ونسعى دائما. الأستاذ باسل طحان، مدير ومديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، شكرا للمشاركة في أخبار البلد.
وزير التنمية الإدارية يؤكد خلال حضوره الملتقى الأول لخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة الإينا في محافظة حمص، يؤكد ضرورة التعاون كفريق عمل وطني من أجل التنمية الإدارية والإصلاح الإداري. أقيم اليوم في محافظة حمص الملتقى الأول لخريجي المعاهد الوطنية للإدارة العامة بإشراف وتنظيم محافظة حمص وبحضور الدكتور حسان النوري وزير التنمية والإصلاح الإداري. ويأتي هذا الملتقى بهدف تأهيل الخريجين ليساهموا في مشروع التنمية الإدارية ومحاربة الفساد والتقاعس وخدمة الوطن والمواطن. دائما التواصل مهم لمعرفة آخر المستجدات، ويظل الخريج على التواصل مع القيادة. بالنسبة لنا كخريجين معهد وطني إدارة عامة، بهذا الملتقى اليوم عم نحاول نقدم مبادرات جديدة تخدم تطوير العمل المؤسساتي في الجهات العامة. طق إحداث المعهد ينص على أن يعين هؤلاء الخريجون في الجهات العامة أو ينقلون إليها إذا كان هو مرشح بالأساس يعني من جهة عامة معينة، دوره في عملية تطوير والإصلاح الإداري على مستوى الجهة العامة التي يفرز إليها. هذا اللقاء هو جزء من الحلقات المتتالية للتطوير الإداري وتحقيق الظروف المناسبة والملائمة من أجل تحقيق نجاحات أفضل وتقديم خدمات أفضل وتبسيط الإجراءات التي تهدف بالنتيجة إلى خدمة المواطن. نتحدث بآلية اختيار صناع الإدارة في سوريا. اليوم سوريا تحتاج إلى صناع إدارة كثر. لما بدنا نشتغل على مشروع التنمية الإدارية بدنا نعرف أهمية هذا المشروع لخلق ما يسمى الحصانة الحقيقية لانتصاراتنا على أعتى مؤامرة كونية. هاي المؤامرة الكونية التي يجب أن نطردها من خلال ممارسات إدارية حقيقية وصحية. إعادة تموضع الخريجين وتأمين تخصص نوعي لهم يساهم في إنجاح مشروع وطني يهدف لإعمار بشري وعمراني. بحث محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيت هوف سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والمحافظة واحتياجات المحافظة من المستلزمات الطبية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مرفأ اللاذقية لاستجار المساعدات للمتضررين جراء الأوضاع الراهنة. وبيّنت هوف أن المنظمة ستعمل على تقديم مساعدات طبية عاجلة إلى اللاذقية، داعية الجهات المعنية إلى إعداد جدول بعدد المتضررين وأماكن توزعهم لتقديمه إلى الجهات المانحة تمهيدا لتزويدهم بالمساعدات. بدوره أكد المحافظ استعداد المحافظة تقديم كل التسهيلات لتسريع إيصال المساعدات وتقديم الدراسات والمعلومات التي تخدم هذا الهدف. ووزارات هوف مركز الإقامة أو وزارة هوف مركز الإقامة المؤقتة في المدينة الرياضية في اللاذقية اطلعت على طبيعة الخدمات المقدمة فيه، كما سلمت في جبلة 4 عيادات متنقلة للهلال الأحمر العربي السوري. احتفالية وطنية شهدتها مدينة حلفاية في حماة شارك فيها أهالي المدينة وفعاليات رسمية وشعبية في المحافظة، عبر خلالها المشاركون عن تمسكهم بالثوابت الوطنية وثقتهم بتحقيق النصر على الإرهاب والفكر التكفيري بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري. تأكيدا على الوحدة الوطنية الراسخة التي تجمع أبناء الوطن واحتفالا بعودة الأمن والأمان إلى ربوع بلدة حلفاية في ريف حماة، أقامت الفعاليات الاجتماعية فيها عرسا وطنيا بحضور السيدين مصطفى السكري مصطفى أمين فرع حماة للحزب والدكتور غسان خلف محافظ حماة، اللذين أكدا على صمود شعبنا ووحدته في وجه الإرهاب ودوره في إرساء وتحقيق المصالحة الوطنية والوقوف يدا بيد مع الجيش العربي السوري في وجه المجموعات الإرهابية. أهالي بلدة حلفاية بدورهم وجهوا الشكر والتقدير للجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والاستقرار لبلدتهم. حلفاية تحتفل بأعياد نيسان بعد أن قام الجيش العربي السوري بتطهير المدينة من العصابات الإرهابية التكفيرية، والحمد لله الآن أصبحت حلفاية مدينة آمنة بفضل جيشنا الجيش العربي السوري. عهدا منا أن نكون الأوفياء لبلدنا لسوريا لوطننا الغالي.
وتخلل الحفل فقرات فنية واستعراضية قدمتها طالبات من بلدة حلفايا. كما التقى أمين فرع حما للحزب ومحافظ حما ومحافظ إدلب عددا من أهالي قرى سهل الغاب المتاخمة لمنطقة جسر الشغور، حيث أكد الأهالي ثباتهم وتمسكهم بأرضهم وتصديهم بكل السبل والإمكانات للمجموعات الإرهابية المسلحة ومنعها من تدنيس أرض الوطن، مشيرين إلى مساهمتهم في تجهيز عدد من النقاط الطبية الموزعة في قرى الغاب في ريف حما وجاهزيتها لتقديم الخدمات للإخوة الوافدين والمهجرين من محافظة إدلب والقرى التي تعرضت للإرهاب. محافظ طرطوس تفقد جرح الجيش العربي السوري والمصابين الذين تم نقلهم من إدلب إلى مشفى الباسل في طرطوس للاطمئنان عليهم وتقديم كل ما يلزم حرصا على سلامتهم. جولة تفقدية لمحافظ طرطوس صفوان أبو سعدة وأمين فرع الحزب القاضي غسان أسعد ومدير صحة طرطوس إلى مشفى الباسل للإطمئنان على أحوال جرح الجيش العربي السوري والمصابين الذين تم نقلهم من محافظة إدلب إلى محافظة طرطوس وهم بحالة جيدة. وطلب محافظ طرطوس من كادر المشفى الجاهزية على مدار الساعة وتقديم كل ما يلزم حرصا على صحة وسلامة الجرحى الأبطال. والجرحى بدورهم أكدوا العزم والإصرار على متابعة المسيرة، فإما الحياة الحرة الكريمة وإما نيل شرف الشهادة. إرهابي طلعونا بالعلاف، أنا معي حاملة، أنا رفقات اثنين وشوفيري معنا، قتلونا على الطريق ومعي أطفال مدني قتلونا. إن شاء الله مسؤولين، إن شاء الله يا منستشهد يا منعيش بكرامي. منطقة جاي خالي والله مش تبرخ يا روحي جمعية جسر الشغور. كيف والله إصابتي أنا بجيب السيارة نفضوني قناصة. الجيش العربي السوري الله يحميه والله ينجيه ويحمي بلادنا ولادنا. جسر الشغور اجتني إصابة ضربة هاون منطقة السرمانية. كيف كانت الإصابة؟ خزيفة من قبل المسلحين. الله يحمين ويردن الأهلين سالمين غانمين وكله فدا الوطن. جولة محافظ طرطوس وأمين فرع الحزب ومدير الصحة هي زيارة للإطمئنان على تقديم كل ما يلزم